الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي عامل الحقيقه شغل عظمه على عظمه ومقدم اداء اكتر من رائع في بطوله الدوري، واخرها كان الفوز على الجزيره بنتيجه 90-69. تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير وناخد فكره كده من خلاله عن اجواء هذه المباراه واللقاءات اتعملت مع طبعا اللاعبات والجهاز الفني. تابعوا معنا. والله طبعا عايزه اقول بس اول حاجه مبروك لفرقتي، الحمد لله عملنا اداء كويس النهارده، مبروك للجهاز الفني. ماتش بصراحه الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب فرق سكور كتير. فريق جزيره طبعا فريق محترم، كل فرقه بنلعبها تعتبر بالنسبه لنا يعني يعتبر كانه ماتش فاينل، عاملين حساب كل فرقه، بنشوف كل فرقه قبل ما بنلعب. حضرنا النهارده الحمد لله كويس لماتش الجزيره. كابتن طارق تعليماته لينا كانت ان احنا نركز اكتر على ان احنا ندافع احسن من ان احنا نجيب سكور، والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل الاثنين. دفعنا كويس وجبنا سكور كتير. الفرقه كلها ما كانش فارق مين في الملعب مين بره على البنش، كله قدم احسن مستوى عنده، كلنا كنا رجاله. خلاص ماتش وعدى، بنركز طبعا على اللي بعده. عندنا تامين يوم الثلاث، مصر التامين فريق محترم عاملين له حساب، وان شاء الله نقدر ان احنا نكسب جوله الرايح. وفي توقف، يعني في توقف هيبقى في بعد ماتش مصر التأمين، توقف حوالي 10 ايام او 15 يوم لحد ما نرجع تاني عشان في ظروف المنتخب، ونرجع تاني ان شاء الله نكمل بقى الراجع ونبتدي بقى خلاص نخش في الجد. يعني والله الحمد لله على الفوز. فرقه الجزيره فرقه تحترم قوي، جهاز كمان كويس جدا بيشتغل على اللعيبه. كنا عارفين النهارده الماتش هيبقى صعب كمان عشان بقى اخر مره لعبناهم كان في بطوله المنطقه، ويعني كسبنا فرق كبير جدا. فيعني احنا كنا بس بقى لنا فتره كبيره جدا بنشتغل على شغلنا، احنا بنحاول نتحسن من الديفنس، بنحاول نغير من انواع الديفنس برده، قدرنا ان احنا نعمل كده ونغير بين انواع الديفنس، فهو ده اللي خلانا نفرق في الجيم. يعني كمان عندنا فتره توقف كده، فان شاء الله يعني نقدر برده نجمع نفسنا يعني عشان اللي جاي. والله ابرز التعليمات ان احنا نلعب طبعا يكون الاوفنس بتاعنا يعني التاكتكس اللي هو بيقولها ننفذها للاخر وناخد وقتنا في اللعب. في الديفنس برده ان احنا نبقى كلنا بنكفر على بعض. دلوقتي كابتن طارق برده يعني مطلع اتنين من الناشئين، وكل ماتش تقريبا بمعنا اتنين او ثلاث لعيبه، فهو برده بيحاول يديهم ثقه معانا، واحنا يعني بنحاول نساعدهم على قد ما نقدر لان هي كلها طبعا خبرات، والاحسن لينا طبعا لما ال 12 كلهم يقدروا يشاركوا، وكل ما نطلع ناس من تحت يعني طبعا يعني بياخدوا خبره مع الناس اللي فوق، فده بيساعد حتى للمستقبل يعني. طبعا فريق جزيره فريق محترم جدا، لازم قبل كل ماتش طبعا بنعمل له حساب. النهارده كلنا نازلين مركزين ان احنا الماتش بتاع المنطقة في الأول كان مأزم شوية وبعدين فتح، فاحنا نازلين النهاردة مركزين ان احنا من أول الماتش لازم نبقى مركزين واللي هو ما نغلطش وكده. وأهم التعليمات بتاعت الكابتن ان احنا كلنا ندافع يعني بشكل كويس ونساعد بعض في الدفاع ونلعب جماعي، والحمد لله ان احنا قدرنا نعمل الكلام ده كله وسمعنا كلام الكابتن، والحمد لله خلصنا الماتش بشكل جميل الحمد لله. الماتشات كلها طبعا هتبقى جامده السنه دي، فاحنا كل ماتش نازلين فيه عايزين اللي هو نأدي بشكل رائع، واللي هو نلعب كلنا مع بعض جماعي، واللي هو ناخد على بعض اكتر واكتر علشان ان شاء الله في الفاينل لما نقابل سبورتنج ان شاء الله نكون هو خلاص اخذنا على بعض ونلعب يعني بارتياح وكده، ونكون ان شاء الله نكسبهم السنه دي باذن الله.